كما التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع وزير خارجية هولندا كاسبر فيلكامبا. وأشاد الوزير عبد العاطي بتطور العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين، فيما رحب بالباحثات التجارية المقرر زيارتها لمصر خلال العام الجاري والمعنية بالقطاع الزراعي وقطاع الهيدروجين الأخضر. كما تناول وزير الخارجية التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.